يستمر نزيف الدم في عدن، وتستمر معه الأسئلة حول مستقبل العاصمة المؤقتة وجدوى الأجهزة الأمنية المتعددة على الأرض. فمنذ تحرير المدينة في يوليو 2015 يواصل القاتل المجهول حصد ضحايا من مسؤولين عسكريين وأمنيين إلى دعاة وخطباء مساجد وتربويين. آخر حوادث الاغتيال استهدفت مدير مدرسة البنيان الأهلية رمزي محمد الصغير في مديرية المنصورة، وذلك بعد نحو عام من اغتيال مديرها السابق فهد اليونسي، كما تأتي الحادثة بعد 5 أيام من اغتيال مدير مدرسة أخرى في حي التقنية محمد الدعوسي. ليس معروفا ما الذي يريده القتلة من استهداف الدعاة والتربويين وقادة الرأي والمصلحين الاجتماعيين في هذه المدينة المسالمة، وإلى أي مدى ستبقى عدن رهينة الموت المتجول على هيئة مسلحين منفلتين وعصابات إرهابية. أشهد أن عدن تعيش انفلاتا أمنيا بالغ الخطورة تسبب في إزهاق أرواح كثيرين من أبناء المدينة في ظل غياب فعلي لدور قوات الأمن الحكومية. تقول الوقائع أن قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات هي المتحكمة بملف الأمن في المدينة، وإن وزارة الداخلية عجزت عن دمجها والسيطرة على مصدر القرار فيها. ألمح إلى ذلك بيان القوى والأحزاب السياسية مؤخراً، والذي دعا مجدداً وزارة الداخلية للقيام بواجبها في دمج الأجهزة الأمنية وتوحيد مصدر التوجيه فيها، كما دعا إلى حماية العاصمة المؤقتة من جميع وجوه الاختلالات وسائر الأعمال العدوانية والتعسفية التي تمارسها بعض الجهات ضد مواطنين خارج إطار الدستور والقانون. تتجاهل قوات الحزام الأمني المتحكمة بأمن عدن كل مرة ضبط القتلة المتجولين في المدينة، وتبحث عن منتقديها ومنتقدي الوجود الإماراتي من الناشطين لاعتقالهم، بالإضافة إلى قمع المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية. 3 سنوات من تحرير عدن لم تكفي لاستتباب الأمن فيها وتطبيع الحياة كنموذج للمدن المحررة، فهل ستنجح الحكومة برغم كل ذلك في هزيمة التحديات التي تواجهها وتحقيق الأمن في عاصمتها المؤقتة؟